طبعا انا اتكلمت الحضر معايا قبل كده، اتكلمنا قبل كده على الاجراءات، كيفيه اجراءات رفع الدعوه وما مراعاته في نوع الدعوه وتخصصها وقيمتها وقيمه تلك الدعوه، وعرفنا ازاي ايه الاجراءات المعتاده لرفع الدعوه. النهارده انا جاي اكلمكم في حاجه اهم من وحاجه اساسيه قوي دي، ويجب مراعاتها في جميع اجراءات التقاضي، وهي الارشادات والمبادئ القضائيه في القضاء الجنائي. وعشان نتكلم عن الارشادات ومبادئ القضائيه في القضاء الجنائي، اولا لازم نعرف يعني ايه تحريك الدعوه الجنائيه. وهل تحريك الدعوه الجنائيه هو حق اصيل للنيابه العامه فقط، ام هو حق لكل مجني او متضرر في تحريك تلك الدعوه؟ وعشان الاصل في تحريك الدعوه الجنائيه، نرجع الى الماده الاولى من قانون الاجراءات الجنائيه التي اورد المشرع فيها بان جعل النيابه العامه الاصل في تحريك جميع الدعوه بلا قيود، الا ان ورد قيد على اعمال السلطه النيابه العامه في تحريك الدعوه الجنائيه والتي تتعلق بجرائم الشكوى والطلب والاذن. حد ممكن يقول لي يعني ايه جرائم الشكوى والطلب والاذن؟ اتفضل. تمام. دي شكوى. اما بالنسبه للطلب والاذن ده بيكون ايه؟ بقصد يبني المنظرات والمصالح العامه. يعني مثلا واحد يجب تحريك الدعوه باذن من الوزير المختص، والا تكون الدعوه غير مرفوعه بطريق الرسميه والقانونيه. تمام. اما طيب الشكوى طبعا ورد على سبيل الحصر جرائم الشكوى الوارده بالماده 185، تمام، 185 اللي هي كل من سب موظف عام، تمام، الماده 274 اللي هي متعلقه بالزنا، الماده 277 اللي كل الزوج قام عنق زوجه في منزل الزوجيه، الماده 279، الماده 260 كل من ارتكب امر ما خدش الحياء او مخل بالحياء، الماده 292 اللي هو لم يسلم اي من الوالدين او الجدين، تمام، الطفل مقدوم للقضاء بالسلسله بالحضانه، الماده 293 اللي هي اي حكم صادر قضائي بالنفقه او رضاعه او اجر سكن او اي من الامور المتعلقه بالامور الاسره، تمام، والماده 303 اللي هي جرائم القذف، 306 والسب، و307 كل من الجرائم السابقه اللي اشتملت عليها بتتم بطريقه النشر، والماده 808 تضمنت العيب او الاهانه او العيب، فاهم، او السب اللي ارتكبوه بالطريقه العلنيه. دي هي جرائم الشكوى والطلب والاذن على سبيل الحصر. والقانون واحكام النقض قالت لا يجوز التوسع في تفسير تلك القيد، تمام، يعني ما نقدرش نقول نتوسع نقول لا ده ممكن دي تعتبر من جرائم الشكوى او دي تعتبر من جرائم الطلب. احكام النقض وردتها انه لا يجوز التوسع في تفسير ذلك القيد. طيب بنص بنص كما انه عندنا مثلا احنا عندنا في تحريك الدعوه الجنائيه اعطت النيابه العامه سلطه مطلقه في تحريك الدعوه الجنائيه. يعني انت دلوقتي هتعمل اي محضر ضرب، محضر اي محضر خانه امانه، اي محضر باي كافه انواعه، تمام، النيابه العامه هي السلطه بتحرك الدعوه الجنائيه، لا اما بتقول هذا المحضر ده بيشكل جريمه مؤسمه بمواد القانون العقوبات او لا يشكل، تمام، او تديه بامر بلا وجه او حفظ، تمام. وعشان دي حاجه لازم انت كمحامي تعرفها، ما تيجي تعمل محضر انت مهمتك مش مجرد تعمل محضر وبس، تمام، لا، انت مهمتك انت توظف المحضر، تمام، في خدمه الموكل، تمام. يعني بمعنى واحد يقول لك انا في الشركه واتنصب عليا وما خدتش فلوسي، تمام، ما تيجي تعمل محضر ما تقولش، تمام، ما تقولش في المحضر ده شريك في شركه وما خدش فلوسه. كلمة شريك في شركة كده دي مش دعوة جنائية، تمام، كده ده دي اسمها تبقى في الآخر دعوة مدنية مطالبة بمبلغ نقدي، تمام،
ماشي، دي حصه بين الشركاء وبتاع، دي 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 دي, دي, دي غير مقسمه بمواد، تمام، غير مقسمه بالمواد العقوبات خالص، وغير اما ما تقول ده اوهمه اوهمه ماده 336 عقوبات اوهمه بمشروع بوجود شركه وما خدش فلوسه، اه كده دخلنا في دعوة جنائية، كده بقت نصب. اللفظ بيختلف، اللفظ بيختلف، تمام، فده يجب مراعاته، تمام، اللي أنا بوظف وبحرك أدواتي كمحامي عشان أقدر، تمام، أخدم موكلي وأقدر، تمام، أقدر أخليه، تمام، يرد حقه، وده لازم أراعيه في دوري في عمل المحضر، تحرير المحضر الواجب، تمام، في ظل توظيفه في النصوص الوارده في قانون العقوبات، تمام. يعني طب احنا عندنا الادعاء المباشر، ماشي، الادعاء المباشر يعني ايه الادعاء المباشر؟ تحريك الادعاء الجنائي بطريق، تمام، بطريق بالامر الادعاء المباشر للجنح المباشره، تمام. طيب الجنح المباشره دي لها شروط؟ اه لها شروط، تمام، ما ينفعش كده انا ارفع اي جنح مباشره، تمام، في حاجات معتمه، اما اجي ارفع جنح مباشره عدم تنفيذ حكم، تمام. طب عدم تنفيذ حكم ضد مين؟ تمام، ضد المحافظ ولا ضد مدير الامن ولا ضد مين؟ مين مين المختص بعدم تنفيذ ذلك الحكم؟ وفي حاجه دايما بنلاقيه بتؤديه دايما بنلاقيها في دعاوي الجنح المباشره في عدم تنفيذ حكم، ودي شرط من شروط قبول الدعوة شكلا، اللي يجب إعلانه بشخصه وبصفته حتى تكون الدعوة مقبولة. وعشان كده هتلاقي تلات أرباع دعاوي الجنح المباشرة عدم تنفيذ حكم، تمام، هتلاقي واخدك في الآخر عدم قبول الدعوة الجنائية والمدنية، صح؟ كل دعوة عدم تنفيذ حكم واخد عدم قبول دعوة، ليه؟ تمام، عشان الاعلان ما تمش بشخصه وبصفته، تم بصفته بس، خلاص. فدي يجب مراعاتها في الاعلان عشان ما اخدش دعوه عدم قبول، تمام. وعشان كده هتلاقي 99 من القضاه كلها هتلاقي في الدعاوى الجنح المباشره في عدم تنفيذ حكم تاخد عدم قبول، تمام، عدم قبول الدعوى الجنائيه والمدنيه لعدم اعلانه بشخصه وصفته. لذلك اشترط عليه في الاعلان لا في جنح مباشر في دعوة تنفيذ حكم. طب هل سلطة النيابة العامة هل هي مباشرة حق مطلق ولا مقيد؟ تمام، القاعدة المادة الأولى من القرارات الجنائية بتختص النيابة العامة ورفع دعواها ومطلق اللي يرضى عليها. وكانت النيابة العامة إذا جاءت مثلا في قضية رفع حركة دعوة جنائية بيتعدي احدى الافراد على اراضي فضاء مملوكه لشركه معينه، تمام، المقسمه الماده 115 مقرر من قانون العقوبات. طب في الحاله دي اذا قضت المحكمه انه بعدم قبول الدعوه بغير طريقه رسميه القانون انه لا يوجد اذن من رئيس مجلس اداره الشركه، تمام، ففي الحاله دي بيكون الحكم اخطا في تطبيق القانون، تمام، لان هذه سلطه مطلقه للنيابه العامه وليست من المواد الوارده في القيد. طيب هل بالمبدا تقييد حق النيابه العامه في تحقيق الدعوه الجنائيه في الجرائم الوارده في الماده 3 من قانون الاجراءات على التقدم الشكوى والاذن والطلب من المجني عليه او الوكيل؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا عن ايه جرائم الشكوى والطلب والاذن. طيب مين اللي بيحركها؟ المجني عليه أو وكيل. إذا تم تحريكها بموجب توكيل رسمي عام، تمام، قدر فيها بعدم قبول الدعوة، يجب وكالة خاصة بوكيل خاص زي ما نص قانون الإجراءات. لازم وكالة خاصة، ودي بقرر على 100 مرة. وكالة خاصة، ما ينفعش توكيل رسمي عام. تمام؟ النقطة دي مهمة جدا. ماشي؟ ودي وردة ألف ب في المادة 3 من قانون الإجراءات. تم مجني عليه او وكيله الخاص، تمام، بشرط. اتفضل. ماشي، مالناش دعوه بالمهم يا عم سعد دلوقتي، تمام، ما تكلمش بالسريان، احنا بنتكلم في الوكاله، تمام، عشان المعتاد دايما بنلاقي تلاقي اتعمل محضر ولا شكوى ولا شفهيه او كتابيه بموجب توكيل رسمي عام، تمام،
وبعد ما تعمل توكيل والقضيه تنزل جلسه وفي الاخر تقف في الاخر تاخد عدم قبول. ليه؟ عشان التوكيل رسمي عام مش توكيل خاص. يبقى انت كده تمام كده ضيعنا الحق. تمام؟ المعتاد اللي انت لو انت هتيجي هترفعها تاني ارفعها تاني بس ارفعها خلال المده. تمام؟ عدم قبول الدعوه غير الاسباب تكون مش معناها ان الدعوه قضت كده بعدم جواز سابقه الفصل فيها اذا رفعت مره اخرى. تمام؟ ده اجراء شكلي، فالاجراء الشكلي يمكن تصحيحه. اما لو اجراء موضوعي لا يجوز تصحيحه. دي قاعده عامه سواء في المدني او 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 في الجنائي. ماشي؟ فدي بنقول عليها مراعاه انه في الماده 3 من القانون الدولي ان يكون الطلب والاذن والشكوى مرفوع من المجني عليه او بوكيله الخاص. تمام؟ وان الجرام الشكوى الجات الوارده في الطلب الاذن الوارده في الماده 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308. طيب في جرائم حديثه دلوقتي اللي احنا نشوفها جرائم بتقوم بمعرفه الصحافه بطريقه النشر على اليوتيوب. تمام؟ على الشروف وعلى طريق وسائل التواصل الاجتماعي. تمام؟ طبعا الجرائم دي تمام جه التعديل في 2018. تمام؟ صحح موضوع اضاف موضوع اللي هو السب او القصف بطريقه النشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فاصبحت من جرائم الشكوى والطلب والاذن. تمام؟ طيب الاستاذ بيقول دلوقتي من وزير مختص. يعني ايه وزير مختص؟ اذن من وزير مختص. تمام؟ لو انت دلوقتي هترفع الدعوه ضد موظف، تمام؟ ضد موظف كان من الدرجه الاولى. تمام؟ موظف الدرجه الاولى لازم يتطلب تمام لتحريك الدعوه. مش اولا لا يجوز تحريكها الا بمعرفه بامر من النائب العام او المحامي العام الاول، تمام؟ او رئيس النيابه. ويجب يكون موافقه وزير المختص التابع له لذلك الموظف. يعني لو انا قدامي مثلا رئيس شركه قطاع عام، مش وده معتاد مثلا رئيس مجلس اداره شركه النيل للادويه، تمام؟ قدامي ارتكب جريمه منصوص عليها، تمام؟ من الجرائم الجنائيه، يجب يتطلب اذن عرضها بمذكره على الوزير المختص بطلب الموافقه. الموافقه بيتم معرفه المكتب الفني للنائب العام، ثم بعد ذلك بيتطلب ثم موافقه النائب العام على ذلك الاذن لتحريك تلك الدعوه الجنائيه. ففي شروط حددتها تمام قانون الاجراءات الجنائيه في تحريك تلك الدعاوى الجنائيه. طيب بالنسبه للشكاوى والطلب والاذن، في ثلاث شروط لازم مراعاتهم. احنا قلنا اول حاجه يجب التوكيل يكون خاص وليس عام، أن يكون التوكيل لاحقا على ارتكاب الجريمة. خلي بالكم النقطة دي، التوكيل الخاص يكون لاحقا على ارتكاب الجريمة. يعني ما ينفعش يكون عامل توكيل مستقبلا، لا كده هتاخد عدم قبول. تمام؟ ما ينفعش يبقى أنا عامل لي توكيل خاص قبل الواقعة، تمام؟ وفي الاخر خالص اجي اقوم بتحريك الدعوه الجنائيه في الشكوى او الطلب او الاذن، تمام؟ وتوكيل قديم، لا لازم التوكيل يكون لاحق، يكون جديد، توكيل جديد بالبلدي، توكيل جديد لاحق لارتكاب تلك الجريمه. التوكيل الخاص بالنسبه للتوكيل الخاص اللي ننبه عليه. التوكيل العام ده مفيش. تمام؟ يبقى احنا قلنا يبقى شروط توكيل خاص ان يكون التوكيل لاحق على ارتكاب الواقع والجريمه. تالت حاجه المراعاه الفتره المحدده اللي هي الثلاث شهور، تمام؟ وفق الماده 3. طيب تقديم الشكوى، تمام؟ تقديم الشكوى بوجوب توكيل رسمي عام اذا قضت المحكمه بقبول الدعوه بتقديم الشكوى توكيل رسمي عام وعدم قبول الدعوه الجنائيه، عدم قبول الدعوه هي بخص تلك المحاكمه لا يقطع بصدور امر بامر بلا وجه قبله. بمعنى النيابة العامة دلوقتي في عندي المحضر اهو، تمام؟ محضر ضرب في دلوقتي ست متهمين، تمام؟ النيابة نزلت متهم واحد، نزلت متهم واحد والخمسة ما نزلتهمش، تمام؟ هل معناها كده الخمسة دول قضية فيهم بلا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضدهم؟ لا مش معناها كده، تمام؟ طب فإذا قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين على سند بأنه صدور أمر ضمني من النيابة العامة بأمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوة ضدهم، فيكون تلك المحكمة أخطأت في تطبيق القانون. تمام؟
ليه؟ تمام؟ لأن طالما لم يصدر أمر ده مش زي المحكمة. أنت ممكن كقاضي في كمحكمة تمام يورد لك دفع معين تمام، الدفع بعت الدعوة المرافعة أو أي من الدفعات الشكلية تمام، ولم تورده في حكمك، ده بيعتبر رد ضمني تمام اللي أنت رافض الدفع تمام. أما بالنسبة للنيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية وحق مطلق وليس عليه قيد، يبقى بمعنى بأن ما ينفعش إلا أنا لو النيابة العامة أخطأت ونزلت متهم وما نزلش باقي المتهمين تمام، مش معناها كده اللي هي تمام اللي هي قضت بلا وجه، لأن القضاء بلا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبل المتهمين بده بيقوم بعمل مذكرة كاملة بيتم موافقة عليها تمام من المحامي العام، وإذا كانت فيها إحدى الموظفين العموميين تمام الموظفين بيتطلب موافقة من النائب العام أو المحامي العام الأول خلاص، وإذا كانت فيها إذن من الوزير المختص فيجب أن يكون تمام فيها موافقة الوزير المختص ومعتمدة من النائب العام أو المحامي العام الأول الذي يليه. يبقى إحنا في الحالة دي، في حالة إذا رفضت الدعوة ضد إحدى المتهمين والباقي لم تحركه، ده مش معناها ان هو بقى كده بالنسبه لهم امر رجوع مفيش براءه، فاذا قضت المحكمه براءه باقي المتهمين كانت هذا القضاء اخطا في تطبيق القانون تمام. يعني دلوقتي المحضر اهو نزل ضد واحد تمام، المحكمه قضت قدام المتهم ده تمام بحبسه براءته وبتاع، بالنسبه لباقي المتهمين لا تتعرض لها للمحكمه تمام، المحكمه بتقضي بالبراءه تمام خلاص، والمحضر تمام بيتم سلخه تمام لباقي المتهمين تمام اللي في تحريك الدعوه الجنائيه قبلهم ماشي. اللي انت بتقول دايما تلاقي القاضي بتقول تمام فاهم النيابه العامه تخص شؤونها قبل في قبل كذا تمام، في بعض الاحكام بتكتب كده مع الحكم تمام، ده بيبقى في حاجه في اختصاص في النيابه العامه في 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 في, في الدعوه الجنائيه تمام، ولم تقضي فيه تمام او لم تفصل فيه خلاص، فده ما نقدرش احنا نقيده ونقول لا ده كده ادت بقى لوجه لاقامه الدعوه الجنائيه قبلها. الامر بقى لوجه لاقامه الدعوه الجنائيه مش بيبقى مسبب، احنا قلنا لازم يكون الدعوه الجنائيه لازم بيكون بمذكره تمام، وبيكون المذكره دي بيتم الموافقه عليها من المحامي العام تمام ماشي، ما دي ما ينفعش ان يكون امر ضمني زي المحكمه ماشي. المحكمه انا ممكن انت تورد امام المحكمه قدامي دفع تمام ما ردش عليه حتى في حكمي ما ردش عليه، ده اسمه تمام اسمه رفض الدفع ضمنيا تمام. اما في النيابه العامه لا يجوز، النيابه العامه لازم مذكره بامر ولا وجه، والمذكره دي بترفع الى المحامي العام للموافقه عليها تمام. يبقى ما ينفعش اقول بامر بلا وجه، امر بلا وجه قبل اي متهم تمام لم يتم تحريك الدعوه في اي محضر تمام. طيب بالنسبه للنائب العام هو وحده الحق في رفع الدعوه الجنائيه الجرائم التي تقع على اي موظف عام اثناء ممارسه وظيفته. كان زمان قبل تعديل القانون وبالذات في سيرة التيار الكهربائي كان دايما المعتاد اي سيرة التيار الكهربائي فيها موظف عام كانت في الحاله دي تمام كان في الحاله دي بيتطلب مذكره للعرض على النائب العام لتحريك تلك الدعوه قبل الموظف العام تمام. بعد التعديل ما بقاش فيه الكلام ده. طيب في بعض الجرائم اللي تقع من الموظف العام واثناء وبسبب تاديه وظيفته تمام او مكلف وظيفه نيابيه او مكلف وظيفه نيابيه، ده لازم بيكون باذن من النائب العام بشخصه فقط دون غيره تمام ماشي. حتى بالجرائم اللي تقع من سواء قاضي محامي تمام اي موظف بسبب وظيفته لازم، وده ورد في الماده 49 و50 من القانون 17/83 المعدل 197/2008 والماده 3 من القانون 17/83 تمام، بيكون تحريك الدعوه من المحامي العام الاول دون تفويض من النائب العام. فاذا قضت المحكمه
بقبول الدعوة الجنائية المرفوعة من من المحامي العام الأول دون تفويض من النائب العام، فيكون الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لأنه يجب أن يكون ذلك التحريك من النائب العام فقط. وإذا وجد تفويض من النائب العام إلى المحامي العام الأول، تمام، أصبحت الدعوة صحيحة وشكلا ومقبولة، تمام. طيب، في مبدأ ماشي إنه الدفع بعدم قبول الدعوة الجنائية لتحريكها قبل التقدم بالشكوى أو الإذن أو الطلب، تمام. ده طلب جوهري قوي يتعين إيراده وردا في أي دعوة جنائية في شكوى طلب الإذن. يعني إيه؟ يعني إن القدر الإجرائي المتضمن وجوب أخذ رأي وزير مختص هو عائق إجرائي قيد النيابة العامة فيه. يبقى عندنا قيد النيابة العامة في حاجتين، في الشكاوي المتعلقة بالطلب والإذن والشكوى والطلب والإذن، والشكاوي المتعلقة فيها بوجوب أخذ رأي الوزير المختص هو إجرائي أوردته قانون الإجراءات الجنائية، بيكون ذلك القيدين هو قيد على النيابة العامة التي لها السلطة المطلقة في تحقيق الدعوة الجنائية. وبالتالي فإن النيابة العامة سلطتها، تمام، جاءت مطلقة إلا بذلك تلك القيدين، ولا يجوز التوسع في تفسير، تمام، في تفسير ذلك القيود. يعني ما ينفعش اقول لا ده ممكن ده الوزير ده، تمام، ده شد شكل قطاع عام، فاز وزير اذن وزير القطاع العام، طب لا ممكن دي هيئه، الهيئه مختلفه عن الشركات. الهيئه، تمام، الهيئه بتبقى خاضعه لرئيس هيئه، ودي دي دي اللي بيبقى لها قانون خاص زي هيئه استثمار، تمام، دي اللي تتطلب اذن من الوزير المختص، تمام، بيختلف عن شركات القطاع العام الجرائم اللي تقع في شركات القطاع العام اثناء بسبب وظيفته، لا دي تطلب اذن من الوزير المختص. يبقى لازم نفرق بين الهيئات، تمام، والشركات، تمام، الخاضعه، تمام، الخاضعه بقرار او امر من الوزير المختص، تمام. الهيئه دي لها رئيس هيئه زي هيئه الاوقاف، تمام، هيئه الاوقاف غير وزاره الاوقاف، تمام، دي لازم نفرق دي عن دي. يبقى القيد المتضمن وجوبه أخذ رأي الوزير المختص هو عائق إجراء يجب إثباته من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوة الجنائية، وبيؤدي إلى ضياع الغاية في لوضع قيد وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهات المنوط بها في رفع دعوة. فإذا رفض الدفع بعد قبول الدعوة بغير طريق رسمها القانون من جرائم الشكوى والطلب والإذن من غير الوزير المختص، يكون ذلك الحكم أخطأ في تطبيق القانون ووجب تصحيحه واستئناف ذلك الحكم، تمام. طيب، في جرائم اخرى، في جرائم اخرى لا يجوز تحريكها الا بمعرفه المجني عليه او وكيله الخاص، تمام، ودي ما اظنش حد سمع عنها. جرائم خيانه الامانه بين الزوجين، حد سمع عنها؟ ها، جرائم خيانه الامانه بين الزوجين، طيب، ماشي، لا يجوز تحريكها، تمام، الا بشكوى رسميه من المجني عليه او وكيله الخاص، تمام. ده من المعتاد، احنا بنقول شكاوى طلب الاذن الوارده على سبيل الحصر بالمواد اللي سابق ذكرها، تمام. اما الجرائم خيانه الامانه بين الزوجين هتلاقي المتعارف عليه ما بنشوفهاش دايما، تمام، بتلاقيها عادي بتترفع عادي بطريق الدعوه بالطريق العادي، تمام، الطريق العادي، والنيابة العامة في تحريكها في الحالة دي النيابة بتدي بأمر بلا وجه، تمام، بأمر غير برفع ضبط غير طريق رسمها القانون، تمام، أنا كنيابة ما أقدرش أحركها، تمام. خيانة الأمانة بين الزوجين، ودي وردت المادة 812 عقوبات أن تقدم الشكوى شفهية أو جنائية من وكيل الخاص وفق المادة 3 من قانون الإجراءات. والقيد الوارد على دفع النيابة في تحريك الدعوة الجنائية بيقتصر على الجرائم اللي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها. بمعنى عندنا محضر ضرب محضر ضرب في ارتباط بجريمه سب او قصف، تمام. فاذا قضت المحكمه بعدم قبول الدعوه عن جريمه الضرب، المحكمه قضت بعدم قبول الدعوه عن ادت على كل الدعوة عن جريمة الضرب المرتبطة، تمام، بشكوى في جريمة القصف المرتبطة بها، يكون خالف في تطبيق القانون
تمام؟ يعني ما ينفعش دلوقتي يا محكمه انا اقضي، تمام؟ جات لي محضر ضرب وفي سب وقصف، تمام؟ يبقى انا في الحاله دي بتصرف كمحكمه في ضوء جريمه الضرب فقط، تمام؟ اما جريمه السب والقصف ما ينفعش انا اقضي فيها الا بشكوى من المجني عليه شخصه او وكيله الخاص. فاذا قضت المحكمه بعدم قبول الدعوه في عن جريمه الضرب او قضت ببراءه في الجريمه برمتها، تمام، تكون ذلك المحكمه اخطات في تطبيق القانون، ويجب في ذلك الوقت تحريك الدعوه، تمام، تحريك الدعوه اللي هي الدعوه للتسبب والقصف، تمام، في خلال المده المحدده وبتوكيل خاص او عن المجني عليه. يعني ممكن ارفع دعوه ثانيه، يعني خلاص الضرب رفعته وخد حكم سواء بالادانه او بالبراءه، لا، يجوز تحريك الدعوه عن السب والقصف، تمام، بطريقه الدعاء المباشر او بالشكوى، تمام، بشكوى خاصه، تمام، شفهيه او كتابيه، بالطريقه الدعاء المباشر او بالطريق العادي، تمام، في الحاله دي بيقضي فيها، تمام، حتى لو كانت مرتبطه بجريمه الضرب. طيب، تحريك الدعوه الجنائيه عن الجرائم التي صدرت فيها حكم بات، هل الدعوة الجنائية لو اتحركت، تمام، عن جريمة لاحقة في صدور حكم بات نهائي، في الحالة دي هل له أثر في تحريك الدعوة الجنائية عن جريمة أشد ولا لأ؟ وحد يرد عليا فيها دي؟ ها؟ عندنا جريمتين، جريمة أخف وجريمة أشد، تمام؟ النيابة حركت الدعوة قدام الجريمة الأخف، تمام؟ وجاء المحضر قدام القاضي فقضى بالبراءة في المحضر برمته، مع إن في جريمة أشد مرتبط محل مع قضية تانية، وفي ارتباط حكومة الجريمة الأشد مادة 32، تمام، هذا لازم نوصله، تمام. هل في الحالة دي لو صدر حكم في الأخاف وصدر حكم بات نهائي، هل له أثر على الجريمة الأشد؟ ها؟ مظبوط. يبقى القاعدة لا أثر له على تحريك الدعوة الجنائية في الجريمة الأشد المرتبطة بها، تمام؟ لأن المادة 32 من فقرة 2 من قانون العقوبات اعتبرت الجريمة المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة، وأن يحكم بالعقوبة الأشد عن ذلك الجرائم. فإذا قضى الحكم بعدم جواز السابقة الدعوة السابقة الفصل فيها على أساس القضية في الجريمة الأخف، تمام، يكون أخطأ في تطبيق القانون، تمام، لأنه قضى في عدم جواز السابقة في الجريمة الأخف ولم يقضي في الجريمة الأشد، فبالتالي بيكون ذلك الحكم، تمام، بذلك الحكم جاء أخطأ في تطبيق القانون ويجوز طعن واستئنافه، تمام. يبقى ده الارتباط في الجريمه، الاختلاف بين الجريمه الاخف والجريمه الاشد، تمام، ولازم نعرف هل له اثر ولا ملوش اثر، تمام، عشان دي بتعدي على كتير علينا، تمام، وبنبص ونلاقي في الاخر مدي في الاخر براءه او مدي في الحكم الثاني عدم جواز سابقه الفصل فيها، فبالتالي نعرف لا دي الجريمه الاشد مش الاخف، لازم افرق الجريمه الاخف والاشد، تمام. فاذا قضت في الاخف، تمام، يبقى كده غير متعلقه بالجريمه الاشد. الاثنين في واقعة واحدة، خلي بالك، ماشي، دي أهم، دي خليكم، عشان دي 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 بتعدي على بعض المحامين، وفي الآخر خلاص أنت بتسكت، يعني خلاص المحكمة قضت، خلاص ما بتسكتش على الاستئناف. عقوبة 25 سنة، عقوبة 15 سنة، عقوبة 10 سنة، لكن المفروض إيه؟ أنت حضرتك بتقرأ زي الرسم قال كده، عندك الاتهامات، أنت المحكمة هتحكم بإيه؟ بتشوف العقوبة الأشد إيه؟ والعقوبة اللي بعدها إيه؟ والتالتة إيه؟ المحكمة تنتهي في الآخر إلى إيه بقى؟ إن العقوبة حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة فلان الفلاني بالسجن لمدة كذا. تيجي أنت تقول لك ده في ثلاث اتهامات، لا، المحكمة حكمت بعقوبة الجريمة الأشد. الجريمة حكمت عقوبة واحدة بس، عقوبة الجريمة الأشد اللي هي تجوب بكل ده بقى. المحكمة لازم، اتفضل، مهم جدا. اتفضل. طب لو قضى في العقوبة الأشد اللي هي كانت مثلا إتلاف وسرقة، هو قضى في السرقة اللي هي الأشد، لا اثر عليها، تروح بحقها في الاشد، تمام، يبقى خلاص كده، يبقى اثر على الجريمه الاخف. طب ما رجعت النيابه بعد كده، رجعت لاتخاذ شؤون، رجعت المحكمه، رجعت
لتخشي يوم النيابه في الواقع النصار بعد ما انتوا متهمين براءه. هي نازله، هي نازله بجريمه ايه وايه؟ جريمه اتلاف وسرقه، تلف في الشقه. اتلاف وسرقه، تمام. وسرقه للمنقولات. اه المنقولات سابوها. القاضي ادى براءه لعدم وجود سمه شاهد على مسرع الجريمه وقراءه للشخص. ماشي. وجه بعد كده ده اول طرف اداله براءه. الطرف الثاني لقى شاهد جه قال انا اللي شفت المسرعيات وديتها لفلان. فلان ده هو كان مشترك مع اللي خد براءه. راح قاضي طب قال له طب والشخص الثاني ده؟ قال له ده ما اعرفش عنه حاجه اللي هو اخوه. راح مديله براءه ورجعها للنيابه العامه للتخشي قلناها في الواقعه المصغره. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ دي مالهاش دعوه بجريمه اشهاد وجريمه اخف دي. عشان يظهر المتهمين. لا لا دي عشان ايه بقى؟ دلوقتي تمام؟ دلوقتي الدعوه الجنائيه متحركه ضد احد المتهمين. مش فجاء احد المتهمين اعترف اللي هو المسؤول عن تلك المسؤوليه الجنائيه عن ارتكاب تلك الجريمه الجنائيه المصارة امام المحكمه، تمام؟ فالمحكمه تمام؟ خلي بالك المحكمه لها السلطه، لها السلطة المطلقة لأنها تتعرض تمام؟ تتعرض لمحض برماته تمام؟ بس آسف الكلمة بس ثلاث أرباع القضاة بيستسهلوا بيرجعها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها عشان يتم تحريك الدعوة الجنائية قبل المتهم الحقيقي. يا فندم المتهم الحقيقي دوت اللي هي سابقة الفصل زي ما قلنا، المتهم الحقيقي دوت اللي هو أخذ المسرعيات هو بيشتري المسرعيات دي من الشخص اللي خد براءة، يجوز رجوعه متهم تاني؟ انت بتقول ده اعترف اللي هو المسؤول عن تلك الواقعه. لسه ما جاش اعترف، هي لما رجعت النيابه الشخص اللي شال المسرعيات قال انا وديتها لفلان. تمام. احنا قعدنا مع فلان انا خدت المسرعيات دي من الشخص دوت اللي هو خد براءه. ولسه ما اقرش ده في النيابه العامه. طيب ده كلام جديد فاهم بيتم طرحه امام المحكمه، تمام؟ في الحاله دي انا برجعها للنيابه العامه عشان تبتدي تحقق من اول وجديد، تمام؟ ماشي. وتشوف مين المتهم الحقيقي ومين المتسبب في ذلك الضرر اللاحق تلك الجريمه، تمام؟ وتخش شؤونها في تحريك الدعوه القانونيه قبل المتهمين او المتهم الحقيقي في ارتكاب تلك الجريمه المنصوص عليها. يعني يجوز انزال المتهم؟ انزال المتهم يعني مش بقول يتم تحريك، طالما انا رجعتها للنيابه تخش شؤونها يعني برجعها من اول وجديد للنيابه العامه، النيابه العامه حقق فيها من الاول، تمام؟ و تمام شوف مين المتهم الحقيقي وبعد كده تمام يحركيها الدعوه الجنائيه قدامه بس ماشي. طيب عندنا الادعاء المدني المباشر. اتفضل. هذا الفرق بين الامر الجنائي وبين الدعوه. الامر الجنائي دي حاجه ثانيه، دي حاجه غير مش متعلقه بدي. هذا الفرق بين الاثنين. لا طيب طيب لا اتفضل حضرتك. تمام فضل حضرتك. الامر بلا وجه، لا اما امر بلا وجه لعدم الاهميه، الامر بلا وجه لعدم كفايه الدليل، تمام؟ ده امر بلا وجه بيصدر من النيابه العامه بموجب مذكره بيتم الموافقه عليها من المحامي العام اذا كان اتطلب في ظل النصوص الوارده من اختصاص المحامي العام، اذا لم تكن في اختصاص النائب العام وتتطلب اذن من النائب العام بيتم عرضها على النائب العام، تمام؟ عرضها على النائب العام في حتى يجوز الموافقه على مذكره امر الرجل. امر الرجل يعني ايه؟ ماشي انا فلان سرق فلان، تمام؟ ماشي سرق فلان، التحريات لم تتوصل، خلاص التحريات لم تتوصل ومفيش شهود، فانا بعمل مذكره امر بلا وجه لعدم كفايه الدليل. دي لو كانت جنحه، تمام؟ ماشي دي اللي يتطلب فيها اذن والموافقه من المحامي العام، تمام؟ اما لو بعض الجرائم المنصوص عليها اللي قلنا وردناها على سبيل الحصر قلناها في اول الكلام، تم يتطلب طلب مذكره بالراي للموافقه من المحامي العام الاول او النائب العام، تمام؟ ده امر بمذكره سواء عدم كفايه الدليل او عدم اهميه. يعني ايه عدم اهميه؟ تمام؟ يعني مثلا قضيه اختلاس، قضيه استيلاء على المال العام والمتهم سدد الفلوس، تمام؟ خلاص كده 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 الضرر جب، تمام؟ بأصبح الضرر ماشي لا يوجد سمة ضرر بسبب انه المال قال تاني للدولة، تمام؟ فده في الحالة دي بدي مذكرة وأمر بلا وجه لعدم الأهمية، تمام؟
ودي بتطلب موافقه من المحامي العام الاول او النائب العام، اذن تفويض من النائب العام. تمام، دي ده يعني امر بلواج. امر جنائي ده يعني زي العقوبه. تمام، زي العقوبه، بدي امر جنائي. امر جنائي يعني بدي عقوبه غرامه. تمام، امر جنائي ده عقوبه بغرامه، دي عقوبه. تمام، امر جنائي بدي لكل عقوبه نص عليها القانون بالغرامه، ده اسمه امر جنائي. تمام، والامر الجنائي بيجوز تحريك في النيابه العامه. تمام، يعني مش في بعض العقوبات الحبس او الغرامه او احدى هاتين العقوبتين. تمام خلاص، ما انت ممكن انت كنيابه العامه. تمام، في الحاله دي لها السلطه المطلقه اللي انت بتدي امر جنائي في ترك العقوبه اللي هي بيجوز فيها الغرامه. المخالفات، تمام، المخالفات كلها بيتم صدور امر جنائي فيها من قبل النيابه العامه دون تحريك تلك الدعوه الجنائيه. تمام، في 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 بعض الجرائم المنصوص عليها في 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 قانون العقوبات، طب زي مثلا اشغال الطريق. تمام، بدي الامر الجنائي بتاعه من غير دون تحريك الدعوه الجنائيه، ده اسمه امر جنائي. تمام، لا، الامر الجنائي ده عقوبه. تمام، ماشي، غير امر بلواج. امر بلواج دي حاجه ثانيه، يعني امر بلواج يعني انا بحفظ المحضر. تمام، بدي له امر وجه الحفظ، يعني لا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه، يعني المحضر ده او التحقيق ده. تمام، لا داعي لتحريكه. تمام، لانه ما فيش دليل او ما فيش اهميه من تحريكه. تمام، ليه؟ زي ما قلنا، زي اختلاس السير عن الاقل المال لما الدوله وجب الضرر، او تهم عدم كفايه دليل، او ما فيش دليل كافي اللي انا احرك الدعوه الجنائيه قبل المتهمين. ده الامر بلا وجه. تمام، ده فرق من ده مذكره، دي عقوبه. تمام، ده زي او ده حفظ بطريقه ما بالعدم الاهميه والعدم الدفاع الدليل، ده عقوبه غرامه. هكذا خطوات المحكمه تعجيل القيد والوصف من سلطه المحكمه، تعديل القيد والوصف، بس اغلب القضاه تمام بيرجعوها للمحكمه لافزار القيد والوصف اللي فهمها الورديه. تمام، بس من سلطه المحكمه تعديل القيد والوصف، وده الوارد في الماده 15 من قانون الاجراءات الجنائيه. ماشي، ومن سلطه المحامي برضه، خلي بالك. ماشي، طيب هنتكلم في الادعاء المدني المباشر. وحق الادعاء المدني المباشر هو بينعقد المضرور المجني عليه او من اي شخص اخر، مش شرط الادعاء المباشر يجي يدعي عليه. تمام، المجني عليه ممكن اي شخص اخر، ويجب دعوه اصابه ضرر من تلك الدعوه الجنائيه في الحاله دي، ويجب انه بيتدخل بطلب الدعاء المدني المباشر. تمام، سواء كان مجن عليه او شخصا اخر، وفقا زي الماده 251 و253 فقره 2 258 مقرر و266 اجراءات جنائيه. اباح المشرع استثناء من القاعده العامه برفع دعاوى الحقوق المدنيه امام المحاكم المدنيه. طيب، في حاجه بنقع فيها ودي مهمه قوي. انا برفع دعوه مدنيه، تمام، بطلب تعويض. خلاص، رفعت دعوه مدنيه بطلب تعويض، ماشي، وثم لاحقا بيقوم تحريك بدعوه جنائيه قبل، تمام، قبل ما اصاب المجنى عليه من ادعاء جنائي. تمام، ادعاء جنائي مباشر عن فعل الخطا. تمام، الخطا المرفوع عنه تلك الدعوه الجنائيه. في الحالة دي، تمام، في الحالة دي انه لا يجوز قبول الدعوة الجنائية، والعكس صحيح. ما ينفعش انا الجأ للمحكمة المدنية، المحكمة المدنية قبل المحكمة الجنائية. تمام، ولازم يكون المحكمة الجنائية الحكم اللي صادر فيها، تمام، يكون نهائي وبات. تمام، ويكون فيها وحدة الخصوم والسبب والموضوع. تمام، عشان تمام ادعي بيبقى ادعي بدعاء مدني مباشر، ويحق لي التعويض سواء بالدعاء المدني المباشر او ثم لاحقا بدعوى مدنيه. تمام، وده اللي انا هتكلم بيه بعد كده، عن العمل الغير مشروع في الدعوى المدنيه، وعن المسؤوليه التقصيريه في التعويض. تمام، طيب احنا بنتكلم دلوقتي في رفع دعوى الحقوق المدنيه من المحاكم المدنيه. رفع هذه الدعوى من المحاكم الجريمه كانت تاسيسا للدعوى الجريمه، وكان الضرر ناشئا مباشر عن فعل الخطأ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضحا الدعوة الجنائية، سواء كان المجني عليه أو شخص آخر، كما جاء اختصام والمسؤول عن الحقوق المدنية عن فعلها ومؤمن لديه التعويض. طب يعني إيه مؤمن عليه؟
يعني انا هرفع دلوقتي ادعاء مدني مباشر. انا عندي بس زي بعض الحوادث اللي بتحدث من مثلا من عربيه خضع لوزاره الداخليه عسكري ضرب اصاب اصابه خطا او قتل خطا شخص ما، تمام خلاص. العسكري ده وفق الماده 175 من القانون المدني، ده تابع لمين؟ لوزير الداخليه، تمام. يبقى في الحاله دي يوم ما ادعي ادعاء مدني مباشر هدي على مين؟ لا، هدعي على العسكري، تمام، وهدعي على وزير الداخليه، تمام. ده هو زي الماده 175 من القانون المدني، تمام، اللي نصت، تمام، اللي مسؤوليه التابع عن متبوع، تمام. فدي يجب مراعاتها، انه يجب رفع الدعوه الجنائيه، رفع الدعوه المدنيه، متاسف، رفع الدعوه المدنيه على المختص او المسؤول عن تلك الاضرار، تمام. اذا كان المسؤول عن تلك الاضرار هو فرد بذاته، تمام، لا يمثله شخص، زي نص الماده 163 من القانون المدني، تمام، في الحاله دي بيكون الادعاء المدني مباشر تجاهه. اما اذا كان، تمام، الادعاء المدني المباشر تجاه احد اشخاص المؤمن عليه، شخص المؤمن عليه او التابع المتبوع، طبعا انا ممكن دلوقتي انا موظف او سواق شغال في شركه، تمام، وطالما انا مؤمن عليا لدى الشركه دي اصبحت الشركه هي اللي في مسؤوليه ناشئه عليها، تمام، يبقى لازم اختصاص السائق مرتكب الواقعه زائد المسؤول عن تلك الشركه، تمام، الشركه المؤمن عنها ذلك السائق، زي السكه الحديد، تمام، الجرائم المعتاده، السكه الحديد، قطر ضرب، تمام، حد موت حد، تمام، في الحاله دي انت بترفع لمين؟ تمام، على ها؟ لا بقى، ما دي الخطا بقى اللي بيقع في تربع دعوه التعويض كلها. برفع على رئيس هيئه سكه الحديد وليس وزير النقل، تمام، دعوه على تكون مرفوعه عليها على غير ذي صفه، ملوش صفه. ليه؟ عشان الهيئه دي هيئه مستقله، تمام، لها ذاتيه ولها مستقله ولها قانون خاص، تمام. فبالتالي المسؤول عليها مسؤوليه ناشئه هو رئيس هيئه سكه الحديد وليس وزير النقل. فلما تيجي ترفع الدعوه على وزير النقل ورئيس هيئه سكه حديد مصر ورئيس هيئه حديد سكه الاليوبيه، تمام، يبقى عدم قبول الدعوه لرفعها على غير صفه بالنسبه لوزير النقل ورئيس هيئه سكه حديد الاليوبيه، وان الدعوه المختص بها برفعها هو صاحب الصفه الوحيد هو رئيس هيئه السكه الحديد. يبقى انا في الدعاء المدني المباشر بشوف مين المختص الاصيل، تمام، في رفع الدعوه المدنيه او الادعاء المدني المباشر اتجاهه، تمام، ويجب مراعاتها، تمام، والا هتقضي بعدم قبول اتجاه تلك المدعى عليه في الادعاء المدني المباشر او في الدعوه المدنيه. ماشي، اتفضل. مين اللي يعرفني ده؟ يعرفني ايه؟ مين يعرفني ده؟ يعني السكه الحديد؟ يعرفك ايه؟ لمين؟ القانون يا استاذ، القانون يا استاذ، القانون. انا استاذ انا بقول دلوقتي القانون. بقول دلوقتي في وزير نقل وهي لا بقول هيئه السكه الحديد لها قانون خاص، تمام، ولها دي هيئه مستقله، تمام، هيئه مستقله يرأسها رئيس هيئه مستقل ويخضع لقانون خاص. ده اللي بقول القانون اللي بيحكمها. مثلا الانتاج الحربي يتبع وزير الانتاج الحربي، لكن هو بيتبع وزاره الدفاع، ده هيختصم مين؟ الواقعه اللي قدامك، الواقعه مين الاحدث الضرر؟ الاحدث الضرر ده سواق تبع وزاره وزير الانتاج الحربي، تمام، ماشي، سواق تبع وزاره الانتاج الحربي، يبقى انت كده، تمام، الانتاج الحربي دي لهوز، مش هيئه، دي وزاره، تمام، هتختص من الوزير. طيب الاوقاف ده سائق في الاوقاف، تمام، ماشي، تابع لوزاره الدفاع، اختص وزير الانتاج الحربي ولا وزير الدفاع؟ والانتاج الحربي دي وزاره مستقله عن وزاره الدفاع. دي وزاره ودي وزاره، دي وزاره ودي وزاره. الدفاع ده الدفاع يعني جي عسكري، جيش عسكري، جيش ضابط، جيش ضابط خاضع للقانون القوات المسلحه، تمام. وفي الحاله دي اساسا انت بتشتغل، ما بتبقاش هنا قدام القضاء العسكري،
خلاص، وبتبقى وبيبقى كمان بيبقى المحضر بياخد رقم، تمام، رقم عسكريه، تمام، زي ما يبقى ضابط شرطه او عسكري بيبقى بياخد رقم شرطيه، تمام، جنحه شرطيه، تمام. فده اسمه ده حاجه وده حاجه، تمام، وما فيش حاجه اسمها دي وزاره مستقله لا وزير مختص بيمثلها، ودي وزاره مختصه بيمثلها وزير مختص، ودي لها قانون، تمام، ودي لها قانون. يجب يتعارض ديهم ويجب يحدث سمة اختلاف بينهم، ماشي؟ طيب احنا قلنا دلوقتي سلطة التحريك، وقلنا ازاي اختص بالادعاء المدني المباشر من المختص. طيب والشرط الكبير ان تكون عشان حتى تقبل تكون الدعوة الجنائية والمدنية مقبولة شكلا. ما انت لو رفعت الادعاء المدني المباشر ضد على احد غير مختص، تمام، في اي ادعاء مدني مباشر، المحكمه هتدي لك عدم قبول الدعوه الجنائيه والمدنيه شكلا، تمام، هتاخد عدم قبول او هتاخد عدم قبول من غير ما تنظر الى موضوع تلك الدعوه، تمام. طيب يشترط لقبول الادعاء المدني المباشر بعد اللجوء لقضاء المدني ان تكون الدعوه الجنائيه قد رفعت من النيابه العامه، وده اللي انا بقوله مش عكس صحيح، تمام. يعني ما ينفعش دلوقتي انا ارفع الدعوه المدنيه، تمام، ثم اقوم بتحريك الدعوه الجنائيه. لازم يكون الدعوه الجنائيه قد قام بتحريكها قبل النيابه العامه، او قام بتحريكها بصفه المجني عليها وشكر في الدعاوي الشكاوي والطلب والاذن، تمام، وان يكون صدر حكم نهائي بات، تمام، وبتطلب حق التعويض، او بتطلب بطلب ادعاء مدني مباشر في الدعوه الجنائيه، تمام. وفي الدعوة الجنائية إنه بيجب على القاضي بأن يحكم في الدعوة الجنائية والمدنية، إما بيحكم في الدعوة الجنائية بوفق للتعويض الوارد في صحيفة الادعاء المدني المباشر، أو بيحلها للمحكمة المدنية المختصة. وفي الحالة دي اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لجوء بطلب التعويض المدني المباشر التي طلبته في صحيفة الدعوة الجنائية. وإذا قضي في الدعوة الجنائية بتعويض القضاء بالحبس لمدة سنتين وتعويض 15,000، تمام، واحد على سبيل التعويض المؤقت. في الحالة دي الدعوة المدنية بتقتصر حكمها على تكملة التعويض وفق المادة 221 من القانون 221 و222 من القانون المدني. يعني لو المحكمة الجنائية قد طلب تعويض مؤقت، تمام، يعني معناها كده الدعوة المحكمة الجنائية كده بحثت الخطأ والسبب والمسؤوليه التقصيريه والعلاقه السببيه بين الخطا، تمام. فبالتالي بيكون المحكمه المدنيه لا تتعرض، تمام، في بحث المسؤوليه التقصيريه الناشئه عن ذلك الضرر في الخطا والسبب والعلاقه السببيه بينهما، تمام. بيكون المحكمه المدنيه حكمها يقتصر فقط على تكمله التعويض. يعني المحكمه التعويض مؤقت 15,000 وواحد 50,000 وواحد، تمام، بتروح قدام المحكمه المدنيه وفق الماده 221 و222 من القانون المدني بتكمله التعويض. يعني تحكم ب 15,000 واحد، المحكمه بتحكم لك، بتزود لك، مجرد ما بتزود لك ال 15,000 واحد دي بتزودها لك ل 100,000 50,000 حسب كميه الضرر وحجم الضرر الوارد، تمام، الوارد في صحيفه الدعوه المدنيه، تمام، وكما جاء في صحيفه الدعوه الجنائيه الوارده، تمام، والمنضمه الى الدعوه المدنيه. طيب عايزين، هل مفهوم المخالفه 264 اجراءات بين المضرور من الجريمه لا يملك بعد رفع الدعوه امام القضاء المدني بالمطالبه بالتعويض ان يلجا الى الطريق الجنائي، والا اذا رفعت من النيابه العامه عاده لم تكن رفعت امتنع عن المدعي بحقوق رفعها بالطريق المباشر. وهو ده اللي انا بقوله، تمام، ده نص الماده 264 من الاجراءات الجنائيه، اللي انا ما ينفعش الجا للدعوه للرفع في الدعوه المدنيه، تمام، قبل اللجوء الى تحريك الدعوة الجنائية من معرفة النيابة العامة أو بطريق الإدعاء المباشر إذا كانت تلك الجريمة متعلقة بالشكوى والطلب والإذن. طيب ويشترط لسقوط الحق المدعي الحق التحريكها، لازم يكون في شرط بين الدعوة المدنية والجنائية يكون اتحاد الدعوتين في إيه؟ في السبب والوحدة والموضوع والخصوم، تمام؟ عشان يتحقق الشكل في تلك الدعوة الجنائية. طب فاذا قضي بعدم قبول الادعاء المدني المباشر، اذا قضت المحكمه، انا بكلمه دي احكام نقض، انا بقول لكم دي احكام نقض، اذا قضت المحكمه بعدم قبول الادعاء المدني المباشر بعد رفع الدعوه المدنيه دون ان تكون النيابه العامه هي غايه بتحريكها، يكون المحكمه قد اخطات في تطبيق القانون، تمام، وصرفت النظر عن هذا الدعوه، ويكون وجب نقض ذلك الحكم. ماشي؟
طيب في 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 بعض الدعاوي الجنائيه بنلاقي انه تم وفاه المتهم قبل تحريك الدعوه الجنائيه. تمام. طيب في المحكمه في ذلك الوقت بتقضي بانقضاء الدعوه الجنائيه بالوفاه. طيب هل في الحاله دي سلطه الادعاء المدني المباشر حق للمضرور؟ انا بتكلم في الدعوه الجنائيه، في الدعوه الجنائيه ما كانش دعوه مدنيه دلوقتي. تمام. اذا توفى المتهم قبل تحريك الدعوه الجنائيه او الادعاء المباشر، فهم بيوجب القضاء بعدم قبول الدعوتين المدنيه والجنائيه. تمام. ده بحد ذاته ما ينفعش انا ادعي مدني على واحد متوفي. تمام. ما ينفعش ادعي مدني على واحد متوفي، عشان كده بقول المحكمه بتقضي في ذلك تمام بعدم قبول الدعوه المدنيه والجنائيه اذا كانت مرفوعه بالطريق المباشر. تمام. اما اذا كانت مرفوعه قبل النيابه، تحريكها قبل النيابه العامه، بتقضي بانقضاء الدعوه للوفاه. ما ينفعش انا كمحامي احضر تمام واحضر امام المحكمه وفي متهم توفى اقول له النبي اجل الادعاء المدني للورثه. تمام. لا خلاص، الدعوه المتهم نفسه توفى، عايز تطلب التعويض ما قدامكش غير المحكمه المدنيه بتلجا تمام قبل ورثته. تمام. وكمان في الحاله دي كمان قبل ورثته في ظل ما قال اليهم من تركه، بيكون نص على كده، يعني انت مش هتقدر تاخد منهم تعويض تمام الا في ظل ما قال اليهم في تركه، زي دعاوي مثلا امر الاداء، ايصال امانه، تمام، شيك، تمام، اي من عقود الامانه ورفعت بطريقه امر الاداء. تمام. عارفين امر الاداء طبعا الماده 212 و213 من قانون المرافعات. طب انا رفعت بطريق الامر الاداء والمتهم توفى فصح شكل الدعوه قبل الورثه تمام المدعى عليه، المحكمه بتقضي في ذلك تمام بالزام الورثه بالمبلغ محل المطالبه تمام في عقد من عقود الامانه الوارده سواء ايصال او شكل وغيره في حدود ما قال اليهم من تركه. يعني لو مفيش تركه خلاص مفيش حاجه، مش تمام. يبقى انت الحق المطالبه في ظل المتوفي تمام في حق بالنسبه للورثه في حدود اليهم ما قال اليهم من تركه. اما الادعاء المدني المباشر في الدعوه الجنائيه ما ينفعش احركها. تمام. والا بتقضي المحكمه بعد قبول الدعوه المدنيه والجنائيه. طيب بالنسبه لتحريك الدعوه الجنائيه بالسبب اللي ارتكب ضد موظف عام اثناء تاديه وظيفته او بسببها او موظف مكلف بخدمه صفه نيابيه تمام، بيكون هذه اي تحريك دعوه جنائيه بالسبب على موظف عام تمام او موظف مكلف بخدمه نيابيه او بذي صفه نيابيه تمام، بيكون تحريك الدعوه من قبل النيابه العامه دون سواها. يعني ما تقوليش احنا قلنا قايلين السبب قبل كده من جرائم الشكوى. تمام. فدي لا يجوز تحريكها الا لما اجني علي او وكيله الخاص. لا، عندنا هنا بقى جريمه السب اللي ارتكبها على موظف اثناء اديت وظيفته او بسببها او اي مكلف بخدمه ذو صفه نيابيه بيكون مقصود فقط على تحريكها النيابه العامه فقط. يبقى دي هنفرق عن دي. تمام. دون المدعي بالحقوق المدنيه. يعني ايه ده نص الماده؟ يعني ايه؟ تمام. يعني انا موظف، انا تم التعرض عليا دلوقتي اثناء وظيفتي بالسب. تمام. مش انا اللي بحرك الدعوه، النيابه العامه هي اللي بتحرك الدعوه. انا بحضر في الجلسه، بدعي مدني، حقي الدعي المدني المباشر وحقي تمام رفع تعويض تمام عما اصابني من الاضرار من تلك الجريمه. تمام. اما تحريك الدعوه ذاتها مش مني انا، من النيابه العامه. تمام. خلاص. وده والمشرع لم يجز المدعي بالحقوق المدنيه في الماده 232 اجراءات تحريك الدعوه الجنائيه تجاه الموظف اثناء وظيفته هو نحو تحريكها من النيابه العامه او المحامي العام او رئيس النيابه. تمام. طب هل حدد موظفين من درجه معينه ولا جميع الدرجات؟ حد ممكن يرد عليا في دي؟ عشان دي في اختلف فيها كتير وفي احكام نقض طلع فيها. حد ممكن يرد عليا؟ ها؟ ايه؟ نص جميع الدرجات. في بعض الاحكام قالت لا، لازم عايزين موظف درجه اولى تمام او موظف
مكلف بخدمه نيابيه. تمام، بخدمه نيابيه بيكون من شانها تمام خدمه عامه مكلفه للتعامل مع الجمهور. تمام، احكام النقض كانت طلعت قديمه سنه 87 و82 بقالت بالكلام ده في السنه 72 قضائيه. تمام، لو تراجعوا سنه 72 قضائيه تمام اظن الصفحه والشرح 400 وكسر. تمام، كانت قالت تمام الموظف لا لازم يكون موظف تمام يكون مخالف خدمه نيابيه بتعامل مع جمهور عشان يكون بسبب وظيفته. ما ينفعش اي موظف كده يجي يقول لك تمام انا 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 عامل محضر ضد حد دلوقتي جه اتعرض لي. تمام، انت ايه هو اللي اتعرض لك ده اتعرض لك ازاي؟ اذا كنت انت موظف مثلا ارشيف اتعرض لك ازاي وانت في موظف ارشيف؟ تمام، دي جت حكم هيئه عامه صدر سنه 95. تمام، اجمع قال لك ما حدد لك شيء موظف عام ايه، قال لك الموظف عام وخلاص. تمام، بس يكون بسبب وظيفته، قاعد وظيفته في مكتبه قاعد اي حد يتعدى عليه. تمام، يكون ده قصر تحريكك على النيابه العامه فقط. تمام، طيب ال- 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 الكلام ده ربطناه بايه بقى؟ ربطناه نقول التعويض، فبنربطه بالاعمال الغير مشروعه الوارده بالماده 163 من القانون المدني. يعني احنا قلنا دعاء مدني، طب وبعد كده انا هرفع دعوه مدنيه، طب ما ارفع دعوه مدنيه هعمل ايه؟ طب انا رفعت ده تعويض مدني ودلوقتي وكود لا بالتعويض المؤقت. قلنا تعويض مؤقت الماده 221 المحكمه المدنيه، وهنا بيقتصر دورها على تكمله التعويض فقط. طيب المحكمه الجنائيه قضت بحاله الدعوه المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه. في الحاله دي تمام بيجوز تحريك دعوه مدنيه من قبل المضرور تمام او المجني عليها او من اي شخص خلو اصابه سبب ضرر تمام بصحيفه مستقله امام المحكمه المدنيه المختصه. تمام، طيب ليه المحكمه زي الماده 163 من القانون المدني اوردت ان كل خطا سبب ضرر الغير يلزمه بارتكابه بالتعويض، واذا رفع ضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو المسؤول او تعذر عن التعويض جاز القاضي ان يقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيه غير ذلك مركز الخصوم. يعني ايه بمعنى يعني انا برفع الدعوه المدنيه. تمام، في الحاله دي القاضي المدني بيبحث المسؤوليه التقصيريه وبيشوف هل استوجب وجوب حدوث خطا. تمام، حدوث خطا من قبل تمام قبل الخطا ضد المضرور او المجني عليه، وهل والخطا ده اصاب ضرر للمضرور او المجني عليه، وهل يوجد علاقه سببيه او ارتباط بين الخطا والضرر. فاذا وجب علاقه سببيه بين الخطا والضرر وجب ان يقضي بالتعويض العادل وفقا لما وفق حجم الاضرار التي اصابت المضرور. تمام، طيب ده الماده 163. طب 164 بتتكلم على العمل غير مشروع، ما ممكن في بعض الاعمال غير مشروع. يعني ما ممكن ضابط مثلا ضابط شرطه وضابط شرطه ده ارتكب فعل تمام فعل غير مشروع، والوزاره الداخليه تمام تمت انهاء خدمته تمام. في الحاله دي يوم ما ترفع الدعوه المدنيه هترفعها ضد الضابط ولا ضد الضابط وزير الداخليه؟ ليه؟ ليه عشان هنا كوزاره هي اتخذت الاجراء التاديبي او الاجراء اللازم تمام اللي اختصت به تمام من ذلك تمام من ذلك الضرر. تمام، واصبح المختص لوحده بطلب التعويض والارتكاب عن سفاله الفعل المشروع تمام اللي هو الضابط بس وفق الماده 164 يكون الشخص مسؤولا عن اعماله غير مشروع ما تصدرت منه وهو مميز. يبقى لازم نفرق من ماده 164 و163 تمام و175 اللي مسؤوليه التابع المتبوع. اما دلوقتي لو الضابط ده تمام الضابط ده سائل بوكس وراح خابط حد تمام خلاص وهو في شغله لسه تمام ووزاره الداخليه لم تتخذ سمه اجراء ضده، في الحاله دي انا في الحاله دي بختصم تمام بختصم الضابط ووزير الداخليه تمام وقت وزارة الداخلية بالتعويض عن مسؤولية التابع عن مدبوعه وفق المادة 175 من قانون المدني. مسؤولية التابع تمام مسؤولية العمل الغير حجر عليه في الحدود المسؤول عليه في تعويض الضرر، وهي يكون مسؤولية التابع عن مدبوعه. تمام،
وده نص عليه بالنسبة افرق من الماده 163 المسؤوليه الناشئه المسؤوليه التقصيريه عن مسؤوليه العمل المشروع عن الفرد مميز بذاته وعن مسؤوليه التابع عن متبوعه. تمام، دي لازم ارعيها. تمام، لازم ارعيها في الحالتين من دي او دي. خلاص، يبقى الادعاء المدني المباشر. اتفضل. العمل غير المشروع ضابط من مصدر خبرته، بعد كده زوجة التخليه قالت ايه؟ تمام، بس هو العمل مصدر وهو في خبره. تمام، بس انت حال رفعك الادعاء المدني او الادعاء المدنيه كانت في الخدمه ولا مش في الخدمه؟ كانش في الخدمه. ما ده اللي انا بقوله اهو، الماده 100 الفعل كان موجود. تمام، رفع الدعوه. تمام، بس انت هو دلوقتي اصبح تمام مش في الخدمه، هو كده مش خاضع للقانون لكون هيئه الشرطه كده خلاص. تمام، فبدل ما بدي اقول ده الماده 164 من القانون المدني اللي نصت عليه بالكلام ده، وقالت تمام ان يكون الشخص مسؤول عن عمل غير مشروع مكان مسؤوليه مميزه من فرده وهو مميز. يعني ايه؟ يعني عاقل رشيد. ماشي، ده لازم تعرفوه من الفرق من دي ودي. تمام، وشكرا لكم.